السلام عليكم، مرحبا بكم، نورتوني نورتو قناتكم قصص نينا. نقولكم اهلا وسهلا بكم في قصه ريحان وابراهيم. للامانه البنات هذه القصه منقوله، البنات اللي مازال ما شافش الاجزاء الاخرى نقولكم راه الاجزاء كامل موجوده في قائمه التشغيل في القناه، اكليكيو عليها وراح تلقاو كامل الاجزاء بالتسلسل وبالترتيب، واكيد راح تعجبكم القصه وتجيكم شيقه كيما تسمعوها مورا بعضها. والبنات اللي راهم معايا في هذا الجزء نقولكم صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وتقول ريحان بعد ما تقابلت مع مرت باباه وصرا اللي صرا بيناتنا في الكوزينه، قلت لها داري وهي تقول لي داري. ما انا رحت وتوضيت وصليت وبقيت في بلاصتي حتى حسيت نسمع في صوتي عيط لي ريحان ريحان. انا مت بالخلعه، قلت خير ان شاء الله. ونظرت انا وخرجت لقيته في الكوزينه، هي قاعده على الكرسي وتبكي وهو واقف الوجه تاعو احمر راح يضطر طقي طبق، عينيه حموره وجهه سود، يعني الله يسترنا هذا مكان. دخلت عنده وقال لي راهم في دار باباك وقيله حتى حاوزيهم. شفت معاها انا وشنو كاين شكون حاوزت انا، قال لي طلبي السماح منها. نظرت هي تمسح في دموعها، قالت له خليها برك خليها، عندها الحق الدار دارها وعندها الحق تحاوزنا. حكمها هو قالها وشنو هذه الهضره، وش دار دارها هذا حتى نتحاوزكم، اقعدي انتيا هنا. ما حبتش هي تقعد وراح تخرج تقول له خلاص دوكا نروح نهز ولادي ونروح. بقى يحاول فيها هو، قالها وين تروحي هذا، وهي تقول له نروح كي ما حبتش خلاص تقعد وتاخذ رايو. قالها والله وتفوتي هذه العتبه تاع الباب لعاد انا وياك للموت ان شاء الله، وما زيدش تشوفيني. بقيت انا نشوف معاها يخا كيفاه ستوته كيفاه دير، يا على بها يما عندها الحق كيما قالت هذا النوع، والله ما نقدر له صح، والله ما نقدر له. رجعتني انا الغالطه والظالمه واللي مانيش مليحه. سبحان الله الدار عندي هكذا، قال لي اطلبي منها السماح. جيت نهضر انا عيط عليا، قال لي قلت لك اطلبي منها السماح. يلا شفت معاها قلت لها سمحي لي وخرجت. هذا اللي قال لي نوقف مع الحق من الاول نهار، من اول نهار وقف معاهم هما هكذا. جيت للشومبر انا وقعدت نص ساعه، لقيته خبط الباب دخل عليا قال لي والله 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 ثلاثا وتزيدي تغلطي غلطه كيما هذه غير نرحيك، فاهمه ولا؟ قلت له شكون قال لك انا حوزتها؟ والله ما حوزتها، ما جيتش حتى مين با عرفت شكون اللي ظلم شكون هكذا. سمعت منها هي جيت ديريكت تحاسب فيا انا، مين با اعرف شكون، اسمع منها هي وسمع مني انا، وانت يا كنتش تعرف شكون الغلط، بصح انت يا جيت طول توسي فيها هي. قال لي مهم زيدي تقولي لهم هذه الدار داري وتبداي تحوزي فيهم. قال لي تشوفي، قلت له هي اللي قالت الدار داري، قال لي وخلي عليها تقول، علاش راكي تطاوعي فيها وتزيدي معاها في الهضره. قلت له واش بك انت حرشتك عليا ياك زعما راح توقف مع الحق، ولا ماكش فاهم اصلا الموضوع وجاي تطرطق وحدك وحدك عليا هكذا. فهمت وقلت له فهمت الموضوع، قلت له اسمع هي اللي غلطت معايا ودارت فيا كذا وكذا وكذا. قصش قال لي ريحان خلاص اغلقي علينا الموضوع. قلت له يا كي حكيت لي يوم فهمك انا نغلق عليك الموضوع هكذا. قلت له كيما تنفهمليش انا نغلق الموضوع واش راح دير هكذا. قال لي هي، قلت له هي الغلطه معايا ماشي انا، وما حوزتهاش خلاص، هي اللي بقات تسمع فيا في الهضره اللي مش مليحه وقالت لي كوزينتي وهكذا وهكذا. قال لي وخلي عليها تقول وانت علاش طوعي فيها. ايه مليح ماله خلاص. انا قصش بقيت نعيط هكذا وخرجت للدوش، خبطت الباب صار هكذا واحد اللفعه غير دخل حرشته عليا، ما خلاته حتى يجي عندي ويسقسيني وهكذا واش كاين. غسلت وجهي مسحت وخرجت هكذا لقيته ما كاش. رحت انا حكمت بلاصتي، هزيت التليفون عيطت لخالد حكيت لها كلش. قالت لي وانتي علاه راكي علاش درتي هكذا، هي اصلا تحوس تخلي بيناتكم، يعني كون حليتي الموضوع بالعقليه هذا ما كان. قلت لها لا خلاني نهضر ولا ما خلاني نهضر، ما خلاني ندافع على روحي. قالت لي معليش كون ما هضرتيش حتى نتكالما وحده وهضرتي معاه وفهميه، ما تعطيهش اي فرصه ولا حتى يعني ثغره باه انها دير بيناتكم، راه هي تحوس تدخل بيناتكم وتفسد عليكم غير اكسبيراج لك ليك وبركه من المشاكل هذا وما تعديهاش. كون ولازم تكوني ستوته كيما هي، هي تغلبيها كي تجي من تحت لتحت. بقات هكذا تنصح فيا حتى قلعتني كوبي عليها. قعدت انا في السرير نتفرج حتى هو جا دخل عليا، غير شفتو رميت التليكوموند ودرت رقدت انا راني، قال لي راني جيعان. قلت له روح لهذيك اللي قريب تضربني على جالها تحط لك العشاء. قال لي ايوا ثاني حكمتيها لي وزعفتي. قال لي وراح نزعف انا ويبداو المشاكل ونجيبو فيها شهر ما متزعفين. قال لي هكذا وهي رايحه. بقيت انا ساكته نحى الفيستا جا عندي وقعدت قدامي. قال لي واش هضرنا ريحانه
ودرت له وجهي، بقيت نشوفه مع التيلي هكذا. قالي تفهمنا معاك يا اخي، قلت لك ما ديري حساب حتى واحد وبغيري انا. شفت معاه قلت له لا 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 خلاص سيبو، تعلمت ما راح نزيد ندير حساب حتى واحد بغير روحي، وماذا بيك هذا الموضوع ما تزيدش تجبدولي. قلت قبيله نغلقوه خلاص، خلي رانا غلقناه بقى يشوف معايا هكذا. قال لي ما نغلقوهش خلينا نتفاهمو ونحلو. قلت له والله غير سماك كي تحب انت تغلق الموضوع تغلقو، كي تحب تفتحو هذه حلوه هذه. قلت له كيما تحب انت. قال لي ماشي هكذا، بصح كنت مقلق برك، واش دخلني انا فيك؟ له جاي عندي دركا. قال لي جاي نتفاهم ونحلو هذا الموضوع. قلت له ما نتفاهمش معاك، ما نحل حتى حاجه، حابه نرقد. جبت روحي ورقدت انا على جنبي، غطيت راسي وخليته. ولا ناض بدل حوايجو وجا حتى بلاصتو، زدت انا درت الجهه الاخرى ورقدت. صون التليفون هزيتو، لقيتها خلود هزيتو، جيت نايضه خطفه هو من يدي. قال لي شكون هذا اللي راه يعيط لك؟ لا هربتي مني. لقاها خلود ولا نايضه هدري هنا قدامي. قلت له امور تاع انسان ما نقدرش نهضر قدامك. قال لي لا بيناتنا كاين امور خاصه ولا. وانا هدرت عليا انا وخلود، نحيت له التليفون وخرجت للصالو. سقساتني اذا تصالحنا وهكذا، قلت لها لا لا. قالت لي ريحانه راح تبداوها ديجا مشاكل، ما تخليهاش تستشفى فيك وتشوفك متزعفه انت وياه. صالحي راجلك وبركة من المشاكل هذه. وبقيت نهضر انا معها، عرفت باللي ولات مع وائل تهضر لي غير عليه، هذه عاشقه اكثر مني. حتى نعست هكذا، قلت لها راح نرقد غدوه نحكي لي وكلش وكوبيت عليها. عدلت روحي راح نرقد، سمعته يعيط ما هدرتش معاه. لقيته دخل طلع ليا، لقاني راقده ولا هزني، وليت نعيط. هبطني. قال لي ما نحبش العقليه هذه، غير الفريش ما نقبلش تخليني هكاك، وحقوقي ما نتنزلش عليها. ياك على بالك سكت. انا حضني في السرير، عدلت روحي، رقدت وجا رقد قدامي هو، حط راسو للمخده وحضنني. قال لي واش بيك راك ديري هكذا؟ علاش حابه ديري لنا المشاكل؟ خلينا من المشاكل هذه ورانا ملاح، خير من نطوروها وتولي بيناتنا مشاكل اكبر واكبر. قال لي عمري ما زلتش تخلي بلاصتك مهما كان مهما صرا، وروحي ارقدي وغدوه نتفاهموا ان شاء الله. قلت له ايه غدوه السنافيه به نرضيك انا؟ قال لي لا لا والله غير انا اللي نرضيك غدوه. قلت له احلف. قال لي والله غير نرضيك، والله غير انا اللي نرضيك، وما نقبلش حتى وحده تحاولني. قال لي ما عليها سيدي، نبقى نحاول فيك باه ترضاي، هيا رقدي برك، والله غير راني عيان وميت. على الصباح غيفت لقيته يشوف معايا هكذا ويمسلي في شعري، تخلعت انا. قلت له واش بيه؟ قال لي هيا دوكا كي نوضت صباح الخير وصباح الورد والياسمين. قلت له صباح الخير، وجيت صاد عليه. قال لي يا برك انا من تقلبي في وجهك، وهي دوكا احكي لي. قلت له واش نحكي لك؟ قال لي واش صرا البارح؟ قلت له صار البارح ما سقسيتش حتى واش صرا، ودوكا جاي تسقسي فيا. قلت له خلاص ما نقول لك حتى حاجه. قال لي ريحان ماذا بك تقولي لي ودوكا تحكي لي كلش وبركه متمسخر تاعك؟ بقيت انا نحكي له كلش واش صرا. قصاش؟ قال لي ما عليه فوتيها، لا راها مرا كبيره وما ديريش عليها، ودائما كي تقول لك هي حوايج هكذا فوتيها وديري رايك، وكي نجي انا وكاش ما هي تبدا تعيط ولا قولها. قال لي ابراهيم هكذا وكي يجي قولي له وخلي عليها، وانا كي نجي راني ندبر راسي، بصح انا كي تعنديها وترجعيها في الهضره هذيك اللي ما نحبهاش انايا. من بعد فوتناها ضحكه ولعبه وهكذا ورضاني، ورحت انا درت فيها دوش وجيت خارجه، هو بقى يعدل في بلاصتو وانا رحت بقيت نششور في شعري ديك شغل نشف فيه، وهو يشوف فيا من بعيد. من بعد جا ليا قال لي على بالك ريحانه ورحمه والدي غير كلمتنا عشقك قليله فيك، ما تخلينيش خلاص نبعد عليك والله نتنرفى منك. على بالك قد ما راني راكي عزيزه والله اللي يوصلك ما نرحمو، بصح انت يا ثاني امشي هكذا قد حالك، مشي تنطعي ليهم كي هما يقابلوني بك من نلقى ما نقول. انتي خط احمر عندي، بصح ردي بالك تستغلي هذا الشيء وتتغاي. علاه انا واش درت هذا حتى نطغى؟ انا ما درت والو، الحكايه تاع البارح ما تعاودش، وما تخليش الغلط يولي عليهم عليك، فاهمه؟ خليهم هما الغالطين، وشوفي اذا ما جبتلكش حقك منهم ما تغلطيش انتي برك. قلت له اوكي خلاص، ما كانش حتى مشكل، وفوت انا هذا الامر ما ضلش جبد لي فيه. خرجنا للكوزينه لقيتها هي ثم بعد
عليا هو قالها صباح الخير، رجعت له هي شاف معايا دار لي براسو معناتها قول لها صباح الخير، رجعت لها انا قلت لها صباح الخير، قلت من اليوم نولي نفس لعبتها كيما قالت خلود، نتستت حتى نتمكن منها. ورحت عندها وبستها على راسها، قلت لها سمحي لي خالتي البارح غلطت معاك في الهضره، ما ديريش عليا ديريني بنتك وغلطت معاك. حطت يدها على ظهري وانا كي شفتك كي بنتي قلت لك هكذا كيما مالفا تشاوري يماك كي كنتي في دار باباك ديريني يماك وشاوريني انا شفت معاه هكذا دالي براسو وما عليه. قلت لها خلاص كيما تحبي. زدت انا بستها ورحت قعدت نشاورها فلي عرايسها قاع في ديارهم وحدهم ما يشاوروهاش وانا تحوست نشاورها. اي يما ما عليه ندير كيما قال هو ندير رايي ونسكت. قعدنا هكذا نفطرو ناض هو وقفت انا معاه. ابراهيم اجي اليوم نتغدى ولا؟ قال لي ايه نجي. واش تحب ندير لك غدا؟ نطقت هي قالت لي الماكله انا اللي نطبخ وانتي يا حكمي الميناج. شفت معاه انا عرفني ما عجبنيش الحال. قالها عمتي فطوري وغدايا وعشايا هي المسؤوله عليه ماشي انتي، وانا علاه جبتها باه تقعدي انتي وهي تطبخ. انتي دوكا خلاص جاوك وقت الراحه خليها هي تدير كلش، من اليوم هي المسؤوله على هذه الدار ومسؤوله عليا وانتي ريحي روحك خلاص. قالت له كي جات هي سمحت فيا انا والله ما فيا حتى فايده دوكا، راح عندها باسها على راسها. له انتي هي الصح، انا راني نهضر على جالك انتي، روحي احكمي بلاستيك وكلش يجيك للفم. خليها هي المسؤوله على كلش، دبر راسها. ايه خالتي انتي روحي تريحي وخلي كلش عليا، انا المسؤوله على الدار. ما عجبهاش الحال خلاص حابه تتحكم فيا انا، دار لي هو براسو. هيا راح خرج ولحقته انا، رحت عنده دارني تحت جناحه صف قال لي صافا هكذا عجبك الحال؟ درت له براسي ايه. قال لي شفتي هكا كلش بالهضره وبالهداوه المشاكل كامل تتحل. قلت له اوكي ايه معليش. وقال لي بالكلمه الحلوه هذا ما كل تكسب الناس كامل. قلت له بصح راني نشوف فيها تحبك وتهتم بيك. قال لي تحبني وتهتم بيا بصح بعد ولادها، ولادها هما الاولين وانا الاخر. بصت قلت له ما عليه انا هنا نهتم بيك، ما عندك ما تدير بحبها هي واهتمامها، مرتك كاينه. قال لي يا عمري هكذا نحبك حتى ما نحتاج حب واهتمام حتى واحد، حبك يكفيني. بصتو هيا قلت له نتلقى وقت الظهر. قال لي ان شاء الله. قلت له نتغداو برك ونروحو للطبيبه. حط يده على كرشي قال لي شحال عندك دوكا؟ راني في الخامس. شفتي ما حسيناش كاع بيه حتى الفرحه، ما فرحناش بيه مسكين كي الناس. معليش حبي ان شاء الله نفوتو هذه الايامات وتكون احسن ايامات مع بعضنا يا ربي. بوستو هو خرج. رجعت للكوزين قلت لما عاد دخلت قالت لي راني ندير الغداء انا. خالتي الكوزينه كوزينتك وانتي مولاتها، الدار واش تحبي ديري فيها؟ ما تشاورينيش كاع. عوجت فمها انا سخفت على بطاطا كوشة. لقاتني حطيت راح نديرها، دارت عندي واش راح ديري؟ قلت لها بطاطا كوشة لابراهيم. قالت لي لا ديري زوج غداوات ولا هاني راح ندير انا. اواه ما حبش قال لي ديريها انتيا، كون نسمع عمتي دارتها ما نتفاهمش معاك، خليها ترتاح. سكتت هي، درت وجهي وجدتها وليت معاها شحال من حاجة حطيتهم حتى أذن الظهر. وخرجت أنا صليت وجيت غير وصلت الباب سمعتها تقول لوليدي على هذا التبرير كامل، والله غير فساد، أنا ندير في جهة وهي تدير في جهة، شكون ياكل هذه الماكلة كامل؟ خلي من اليوم ندير أنا كبيرة ونعرف هي الصغيرة تفسد ولها حتى تفسدهم هي كامل، ولا خليني انا نوري لها ونعطيها بالقيس. شوف هذيك الهضره هذه العجوز تبان ضررتي تاع الصح. قالها عمتي خليها برك دير واش تحب هي، دوكا تفسد مره ولا زوج وتتعلم، وكان ما تفسدش ما تتعلمش. اذا على الماكله ياك قلت لك انت ما ديريش، خليها هي دير وناكلو كامل. قلت له انا ما نحبش ناكل ماكله الناس، نحب غير ماكلتي. قالها مالا ديري شويه ليك وخليها هي دير ليا، انا وياها هكذا ما كان لا تبذير لا فساد. دخلت عليهم انا كشغل ما سمعت والو. ياك راك هنا وقتاش جيت هذا؟ عطاني يدو تصافحت معاه، ما تخلينيش خلاص ان نحكي معاه، ثم تقاطع لي هضرتي. وقالت له واش تحب تاكل؟ ماكلتي ولا ماكلتها؟ بدات هذه تقلقني. شفت معاها نقلها حطي باك راح ناكل من عندك ومن عندها.
ناضت حطت له هي ونوض حطيت انا، كليت ماكلتي وهي كلات ماكلتها، وهو ياكل منا وياكل منا، مسكين درنا فيه كيما الضراير هذوك اللي يديروا للراجل هكاك. ومن شويه ناضت خرجت هي، شفت انا معاها راك تاكل غير ماكلتها، وعليه ما كليتش انا ماكلتي؟ ناض يعيط لا اله الا الله، بعد الطبسي وجبد الطبسي تاعي هاتي هنا دوكا نزيد ناكل. المهم بخصنا به، قال لي دوكا ناكل من طبسيك سيدي وناكلك حتى نتيا. وبقيت نضحك انا وياه، وجيت انا اذا قلت له نروح نوجد روحي انايا وانت كل بعقلك. خرجت انا رحت لبست روبا وبوت وهزيت بريو، راح ندير دخل عليا هو بقى يشوف معايا، قال لي ريحانه هذه اللبسه خلصنا منه من اليوم تلبسي العبايه، شفت معاها انا لا هذو واش خصهم؟ قال لي ما خصهم والو، بصح ما عجبونيش تلبسي العبايه وتفكي عليا، خلاص ما زلتش تلبسي هذه الحوايج. رحت انا عنده بستو كيما يحب حبيبي، قرصني من خدير، قال لي صحيتي ريحانه نحبك دائما هكذا، واش نقول لك؟ قولي ايه. درت له براسي ايه، قلت له، قال لي خلاص خلاص مالا راني هنا في الصالون قاعد نستنى فيك. خرج هو، عاودت انا نحيت لبست بودي وهكذا نوار وسروال دوريجين، وسمعت مرت باباه تعيط عليا. خرجت عندها بقاتش تشوف معايا، عوجت فمها وين رايحه هذا ومخليه لماعين. قلت لها رايحه للطبيبه، رايحه بلا ما تغسلي مخليه كلش هكذا. شفته هو خرج من الصالون، قالها عمتي راح تروح للطبيبه كي ترجع تغسلهم. ما توقعتوش هنا تخطفت وتخطف وجهها، وقالت له ايه معليش روحي، وراحت هي دار عندي هكذا راك تشوف بعيني كيفاش تعامل فيا. قلت له، قال لي لا راني نشوف في حاجه اخرى، وشنو دار لي بصبعه؟ وشنو هذا قصده على لبستي؟ شفت انا مع روحي، قلت له ايه لبستهم تحت العبايه البرد شويه، ما نقدرش نلبس العبايه وحدها. سكت هو، درت انا دخلت نحكم في شعري. قال لي واش رايك ان ناجلوها هذه المروح للطبيبه؟ قلت له لا 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 معوله نروح، سي نروح نشوف البيبيات كيفاش راه داير. قال لي خلينا برك. من بعد انا رحت لبست عبايتي غفلتها ودرت الخمار، رحت منا ومنا هزيت الساك، صديت للراجل لقيته نح في صباطو، نح التقشير تاعو، نح تريكو، نح الفيستا، نح كلش، وجا فوق السرير. قلت له واش بيه؟ قال لي خلاص بطلت مانيش رايح اليوم، تعطيني حقي بالكامل. قلت له واش بيك؟ روحوا للطبيبه راني لازم دايره رونديفو عندها ونروح ليها. قال لي وانا ما نروحش وما نديكش، واش راح ديري دركا؟ بقيت نشوف فيه، قلت له انت مهبول نتاع الصح، كيفاش دير معايا هكذا ابراهيم نوض؟ قال لي انا مهبول بيك، واش تحوس تزيدي؟ مهبول بيك. وقال لي اذا حبيتي تروحي روحي مع مرت بابا. قلت له شنو نروح مع مرت بابا؟ قال لي ايه خير تروحي معايا ولا مع مرت بابا؟ قلت له معاك انت. قال لي خلاص ما نحي الخمار والعبايه ونروح يقعد قدامي. وليت نحيتهم ورحت قعدت قدامه، يخا على هذا الراجل كيفاه قادر. قلت له جحيمك انت ولا جنة مرت باباك؟ ومن اللي نضحك وانا وياها عليها. من بعد ضحكنا شويه ولعبنا ورحت رقدت شويه، انا نسمع فطنت على الاذان العصر، رحت نوضت دوشت صليت وخرجت مع صوت الاولاد وهكذا الحس في الكوزينه بزاف. دخلت لقيت بناتها في ثلاثه قاعدين مع مجمعين على الطابله، كي شافوني دوروا وجوههم، فت عليهم درت القهوه، قالت لي وحده منهم ها هي محطوطه لا راكي تعاودي ديري. درت عندها انا نحبها من البريس للكاس ديريكت، قالت لي العقليه داركم تخليها في داركم، هنا ما كانش تبذير كلش بالقيس. ربعت يدي راكي، قلت لها تصرفي من جيبك، وقيله راجلي اللي راهو يصرف وراجلي قال لي بذري كيما تحبي. الوغ من ما عنده ما دخلك فيا، منهار اليوم واحد ما دخلو فيا، ونهار تصرفي من جيبك اهدري معايا. ضربت هي الكرسي وناضت جات عندي، قلت لي شوفي هنا اذا دايره في بالك تسيطر على هذه الدار وتحكمي علي تحكمي فيها وحدك تكوني غلطه، هذه الدار دار بابا، سمعتي ولا ما سمعتيش؟ من بعد سمعنا هو عيط وراها خوله دارت عنده واش كاين؟ قال لها قتلو والو. قلت لها برك له تعاودي ديري القهوه وهي كاينه. قالها وانتي واش دخلك فيها؟ ديري على روحها. سكتت هي، جاوني يخافوا منه بالبزاف، حتى المداصره ما يدصرهوش هكذا، غير جا قعدنا ناضو في ثلاثه هربوا واش قالوا لك هذو.
قلت له وانا ما عرف وش بيهم، يقولوا لي بركي من التبذير وهنا كلش بالقيس وهكذا. قال لي ما تشوفيش ليهم، ديري واش تحبي انت، يا مدام راجلك اللي يصرف. رحت عنده وانا بستو، احلى راجل عندي، كان عابس غير بستو هكذا ترخى، ولاو ملامح وهكذا كيضحكوا وحدهم وحدهم. حطيت له قهوه وقعدت نغسل ونهدر نض هكذا. جا عندي، هيا حبي انا راني خارج من بعد بلا مشاكل، وليت هدرت معاك كلمه، استنيني حتى نجي ونتفاهم معاهم. قلت له ايه ما عليه، ما يكون الا خاطرك، وجا رايح. هو راح، انا كملت درت العشاء، دخلوا هما ثاني داروا العشاء تاعهم وحدهم. تولهت عرايسهم، عرايسها ما يهبطوش كاع هنا عندها، لا هما لا ولادهم. حطيت العشاء تاعي ورحت دخلت الشومبرا تاعي، فات العشاء ومازال ما روحش. نعيط له ما كانش، استنيت ما كانش، راهي العشرة ومازال ما جاش. بديت نخاف، خرجت انا رحت للكوزينه لقيتهم تعشاو وخلاو الماعين هكاك وراحوا رقدوا. بقيت انا ندور ما كاين حتى تا واحد. جيت ولا تاقة ونطل نشوف في خاوتو قاع دخلوا طوموبيلاتهم وهكذا وطلعوا لديارهم رقدوا، غير هو اللي ما جاش. فات الوقت وصلت ل 12 ما كان والو، التليفون مازال مغلوق. وليت حليت الباب وخرجت، جيت في الدروج اللي يطلعوا هكذاك الفوق وين يسكنوا سلافي. بقيت قاعده ونشوف مع الباب، هازه التليفون ونعيط له مغلوق. الساعه قريب الوحده وما كانش، حسيت بصوت الطوموبيل دخلت للكراج، واقيلا هو. نضت انا نشوف مع الباب حتى تحل الباب ودخل، دار لقاني واقفه. رحت نجري عنده، حضنته هزني، يا عمري ما زلتي نايضه، شفت معاه علاه طولت هكذا. قلت له تقلقت عليك راح نموت، راني جيت عمري وانتي له ما قدرتيش ترقدي هذا، وعلاش ما ترقديش دركا؟ قلت له خفت عليك، واش بيك هذا تقعد حتى لهذا الوقت، واش بيك ولا غير تقلقت عليك؟ انا قلت كاش ما صرا لك ولا كاش ما هكذا، عفسه صارت بعيد الشر، ما زلتش تقلقني هكذا عليك. قال لي ايه شفتي كامل رقدو، واحد ما سقس عليا، بقيتي غير انت مقلقه عليا. قلت له لا لا، حتى مرت باباك تبان تحبك. وقال لي بتحبني بصح ماشي لدرجه تستناني الوحده تاع لي وتبقى سهرانه، حتى ندخل كي يكون واحد من ولادها اللي يطول، اما ندخل انايا نلقاها هنا قاعده تستنى فيه حتى يدخل، وكي نكون انايا لا بغى نروح وين نروح وما نرجعش كامل ما تحوش عليا. عليها يقول الواحد لازم يتهلا في ميمته ومي والعمر اللي زعافها، ربي يخليكم ميماتكم كامل يا ربي. قلت له واش بيك، راه عندك لهنا مرتك تتهلى فيك وديرك في عينيها. قال لي تعشيتي ولا؟ قلت له لا لا ما تعشيتش. وانت تعشيت؟ قال لي لا لا. قلت له مالا بدل حوايجك ودوك نجيب الحبيبي يتعشى. قرصني من خدي حطني وراح فات يمشي عيان، يا عمري صح يعاني من الاهمال مالغري كبير، ومازال يتحسس بين مرت باباه دايره تفرقه بينه وبين ولادها بزاف بزاف، دايما يمعني لي عليها وهكذا، يعني حرام عليها. وكان دارتو كي وليدها علاش ماشي خيره. ديت له العشاء الكوزين لقيتو متكي، وليت نوضتو وقال لي راس راه يصطر عليا، روح جيب له الكاشيه تاع راس. زدت لقيتو متكي، وليت نوضتو قلت له نوض حبيبي نعشيك انا بيديا، المهم تاكل وباش تشرب الدواء باه ما يضركش في المعده تاعك. وكلتو ديت الماء على الكوزينه حطيتهم تما وطفيت الضوء وجيت خارجه. دخلت الشومبرا تاعي لبست البيجامه تاعي وجيت فوق السرير. قلت له علاش ما قلتليش واش اليوم علاش طولت؟ قال لي دخلت مشروع جديد مع شركه وهذا الشهر راح نضطر ندخل الوطار ودي فوان بات برا. قال لي، قلت له ايه له يعني ما نتوحش كذا الايامات؟ قال لي حبي لازم تصبري شويه، اي غلطه صغيره نعشو على الحديده. قلت له ما عليه هاني صابره، واش عندي انا راح ندير. قال لي صحتي عمري وغطيني بريت، راني خلاص راح نجمد. غطيته وتحضنت وانا من وغمضنا عينينا ثم رقدنا، يعني الغدوه الصباح. المهم ما فطنتش انا حتى العشرة، دخلت للكوزينه لقيت الماعين تاع البارح والله متغسلوا، وتاع الفطور ثاني فطروا خلاهم هكذا، حسهم ما كانش خلاص في الدار، واقيلا خرجوا. درت انا مسكوتش مع القهوه والحليب هكذا، ديتهم في بلا وغلقت الباب. رحت عنده وحطيت البلا مازالوا راقد، رحت انا طلعت راسو بستو هكذا، حبيبي هيا نوض تفطر. بقيت نعيط هكذا عليه حتى نفطر، دار عندي صحة النوم، هيا نوض تفطر، حاب نرقد عظامي راهم مكسرين. قلتلو هيا فطر وكل دوكا ورجع ترقد. سكت هكذا وقال لي هيا هيا خليني. قلتلو لا دوكا تنوض ودوكا نديرك مساج لظهرك وراح تولي بلبيه روعة. قلتلو يعني نعرف نديرو. قال لي اوكي هكذا. بعد شويه هكذا ضربني بالمخده، قلت له ياك تضربني بالمخده؟ بقينا نضربوا انا وياه بالمخد ونضحكوا، يعني ربي يدوم المحبه ان شاء الله بيناتنا.
من بعد شاف السنية قال لي جبتي لي لهنا باه تفطريني، وقلت له ايه وشكون راح يفطر عمري غير انايا يعني. وبعد قعدت نفطر فيه ونشرب له في الدواء وهكذا، وغطيته وهزيت البلا هيا، قلت له ارجع ترقد وانا نروح نغسل وندير الغداء، دار عندي هكذا وين تروحي وانا مريض، قومي بيا. انا ضحكت انا قلت له لا واش ندير لك يا اخي، كنت نقلش فيك فلا لا لا. قال لي ها راني مريض زيدي قلشيني اكثر اكثر. بقيت نضحك انا وياه ونلعبوا هكذا، قلت له ولا غي هايله هذه. قال لي ايه المريض لازم يدلوه، وانا راني مريض لازم اليوم تدليني غير انا هذا مكان. قلت له ولا غي تستاهل بصح الغدا واش تتغدى؟ قال لي ما نتغداش راني شبعان اقعدي برك عندي. سكت انا غير قد رقدت انا وراه. من بعد سمعت العصر يأذن، اي فوتناها حتى العصر لا غدا لا والو، شغل فطورنا هو غدانا. صليت ودرت ميناج انا للدار، كنت انا في الصالون سمعت هو يعيط، رحت دخلت عندها حبيبي نفط، قعدت قدامه راح تلحم عليه عليك ولا مازال؟ قال لي ما عرف. شوفي انتي ضحكت انا لا انت ما تعرفش. قال لي ما عرفتش قيسيها انتي هكذا تعرفي خير مني. رحت ولات قعدت وليت بست جبينه بوسه طويله، ومن بعد قلت له اواه ما كانش راحت بصح قلتي لي ندير لك مساج وما درتيليش، خلاص ندير لك دوكا. ايه ماذا بيك؟ خلاص دوكا نجي. رحت للدوش جبت زيت معطر وهكذا وبقيت نديرو فيه مساج وندلع فيه. المهم حب يدلع كشغل قاعد يتيم وهكذا، حب وحده تدلعو وتعيشو في ذاك الحنان وهكذا. وقلنا عطيت له رايو وعطيت له وش حب القسطو تاعو. قال لي على بالك انا واحد ما دير لي هذا المساج، والله غير هاي لاني حسيت بالراحه. قلت له ملاي دوك انا نخليك هكذا، غطيته ودلته قلت له اضربها برقده وانا نروح ندير العشاء، نشوف واش ندير العشاء ومن بعد ان شاء الله. جيت انا يا خارجه حتى نلقى باب الباب تحل، لقيتها مرت بابا تصدمت انا يا كيفاه صدمت علينا هذا، كيفاه فاتت هذه هنا والله ما حسيت بها، كيفاه حلت الباب ودخلت تقول طارت ودخلت بلا ما تطبطب هكذا. شافت معاه واش اليوم ما خرجتش كامل كاش ما بيك ولا؟ قالها راني مريض برك. قالت له علاه واش بيك؟ قالها الحمى برك وراحت عليا. قلت له من وقتاش؟ قالها من البارح في الليل. قلت له البارح وقتاش دخلت هذا؟ ما شفتكش رقدت هنا. قالها ما يهمش كاين اللي يستناني، انت ارقدي برك وعسي ولادك بزاف، انا دوكا عندي اللي تاكل همي نشعها هكذا. قالت له هيا ما نخليك. قلت لها انا انت طبطبتي الباب ما سمعتكش؟ قالت لي اوا فوت ديريكت ما طبطبتش. قالها قلت لها انا على بيها ما سمعتكش، من اليوم طبط بيه الباب مليح باه نسمعك، خاطر هنا كي نغلق الشومبرا ما نسمع حتى واحد. عوجت هي فمها عرفتها بلي ما عجبهاش الحال، كي دخلت علينا بلا طبطيب راحت هي خرجت. رحت درت انا عنده هذه كيف فاتت هنا الشومبرا تخنزر هو. قال لي ريحانه. قلت له وشنو ريحانه؟ قصدي كيف تدخل الشومبرا تراجلو مرتو بلا ما تطبطب، وقيلا ما همش لابسين. والله دير حسابنا اسيدي، وقيلا كاش ما يديروا. قلت له وش بها هذه؟ قال لي واش فيها كي دخلت؟ له كلاتك ولا؟ ماشي قضيه كلات، قضيه كلاتني بصح ولا غي ما هي عقليه، كل ما زادت شويه راهي دخلت عليا حاكمتك ولا نسلم عليك ولا نبوس فيك ولا متحضناتك، كيفاش هذه؟ قال لي واش راح ندير لها هنا؟ نوض دوكا عندها نعيط عليها ولا نقولها لها دخلتي؟ سكت انا ديت البلا وخرجت نحط يدي على المصحف اذا ما درتهاش بالعاني. رحت خرجت للكوزينه سمعتها تقول لهم دخلت عليها، لقيتهم هذا وين ناظم الرقاد. قالت لها خوله وشكون يحاسبها؟ ما كانش هذاك دايرته كل خاتم في صبحها. قالت لها معليش راني ليها والله عرفتها دارتها بالعاني، كنت انا راح نرجع ونقول له بصح ما راحش يصدقني ويقول لي بديتي ديجا في المشاكل. دخلت عليهم لقيتهم جمعين يشربوا في الحليب، لما عين تاع البارح قعدوا هكذاك وقيل يستناو فيا نغسلهم. حطيت البلان نطقت خوله، قالت لي انتيا هذو لما عين من البارح هما محطوطين هنا، على من معوله علي ما تغسلهم لك ولا كيفاش؟ درت انا عندها قلت لها علاش شكون كلا فيهم انا ولا نتوما؟ قالت لي تستني فينا احنا ضيف نغسلهم لك، وي والله يما الكبيره تغسلهم لك. قلت لها ياك تقولي دار بابا، انا نعرف نسا يخدموا نورمال في ديار باباهم. قالت لي هذه مليحه هذه، انتيا ترقدي العصر وتستني فينا احنا نجو نديروا لك كلش، نديرو لك تاكلو ونغسلو لك كلش هكذا.
قلت لها شكون قال لك ديري لي ناكل ولا غسلي لي؟ انا مانيش مكسرة اليدين باه نعول على الناس، ندير كلش لعمري وحدي وما نعول على حتى واحد. طرزقت هي فيا العجوز، واش انتي راني نشوف فيك بديتي تتفرعني، حطي رجليك في الارض، وبناتي ما همش خدامين ليك باه انتي ترقدي العصر، وهذه العقليه تنحيها خلاص خلاص من اليوم. تنوضي بكري كنسى وديري شغلك، ما جبناكش باه تاكلي وترقدي وما تنوضيش العصر. قلت لها ياك، قلت لها والله يا خالتي انا راجلي كي خطبني قال لي جبتك ليا وبس، ماشي لمرت بابا وخواتاتي، تفهمنا نخدمه هو ماشي نخدمك انت وبناتك. اذا خدمتك هذه غير مزيه مني ماشي واجب عليا، واخر مره تزيدي تقولي لي نوضي وديري، وانا راني متزوجه بابراهيم ماشي متزوجتك انت وبناتك. فاهمينا، واحد الوحيد اللي عنده كلمه عليا هو راجلي وبس، والباقي ما عنده ما دخلوا فيا. مادام راجلي قال لي ارقدي للعصر راح نرقد للعصر، نهار يقول لي ما ترقديش ما نرقدش، وتحوسي نجيبه لك يزيد يعاود لك الهضره هذه، نروح نعيط له ويجي يقولها لك. هزيت راسي لقيته دخل علينا، واش كاين هنا؟ رحت عنده وانا نبكي، واش بيهم هادو معايا؟ واش درت لهم انا؟ حتى كل وحده دارت لي فم ويعايروا فيا ويقولوا لي لا ترقدي للعصر، ياك انت اللي قالت لي اقعدي معايا. كي عدت مريض شاف معاهم هكذا، واش تحوسوا عندها؟ واش دخلكم فيها ترقد للعصر ولا للمغرب؟ قالت له خوله، وقلنا لها ما قلنا لها والو، غير هدرنا معاها.